أسبوع حافل بالفعاليات شهدته مدينة القدس. المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي استقبل على خشبته فعاليات مهرجان إم عطا للتراث الذي أقيم على مدار 4 أيام متواصلة. تنوعت فيه العروض التراثية من الغنائية إلى الدبكة الشعبية وسط حضور لافت من المقدسيين الذين تفاعلوا مع هذه العروض بهدف إلى تسليط ضوء عمل حراك ثقافي في مدينة القدس من جهة، وتفعيل دور الشباب خصوصا في فصل الخريف في مدينة القدس، خصوصا في ظل الهجمة الإسرائيلية على تهويد القدس، وإنه مدينة القدس هي مش مدينة أشباح، لا، هناك في فعاليات ثقافية مسائية في مدينة القدس. إحنا بحاجة لهيك فعاليات، لهيك ثقافة، بحاجة إنه نعرف الناس على الفن اللي عنا، على الفرق اللي عنا. للأسف في شوية تقصير، بس بنتأمل لقدامي يكون الإشي أحسن. وأنا حسب رأيي إنه أنا استمتعت عن جد في العروض، ويعطيهم العافية. لطالما كانت القدس عاصمة للثقافة، تحتضن مؤسساتها العروض المختلفة، فعلى خشبة المسرح الوطني الفلسطيني قدمت فرق عدة عروضاً أحيت التراث الفلسطيني، كما ونظمت مؤسسات مختلفة في مدرسة الشابات المسلمات أيام القدس الثقافية التي دمجت الفعاليات الثقافية بالفنية. وعلى بعد أمتار من الحكواتي في مدرسة الشابات المسلمات نظم نادي الموظفين وجمعية إيديا للشباب ومؤسسة دار الجندي للنشر والتوزيع مهرجان القدس الثقافية الذي استمر لمدة 3 أيام وتضمن ندوات عن الثقافة والهوية الفلسطينية وعروض أفلام عن النكبة والنكسة وغيرها من الفعاليات. هذا على جانب من الأهمية كبيرة لخلق حراك ثقافي في مدينة القدس لما يرتبط بحراك اقتصادي وتنمية وعي أمام أهمية الثقافة والوجود ما بعد المساء في مدينة القدس، لأن الاحتلال يريد من مدينة القدس أن تكون مدينة أشباح بعد المساء، ولكن نحن نريد منها حراكا ثقافيا تجاريا اقتصاديا. هذه الفعاليات مهمة جدا لنشر الوعي والثقافة في مدينة القدس، خاصة بين جيل الشباب. هذا الجيل الذي يفتقر إلى الثقافة، يفتقر إلى الوعي، هو جيل تائه الحقيقة يعني، ونحن يجب أن نستهدف في كافة نشاطاتنا الثقافية. هذه الفعاليات تهدف لإنعاش الحركة الثقافية في المدينة وإحياء التراث في وجه التهويد الذي يحاول الاحتلال فرضه في المدينة المقدسة. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.